هذا طبعا الإجراء يعقد الأمور كثيرا، لأنها في الحقيقة وهذا ما يعترف به حتى بعض الخبراء هنا في روسيا، فيعني ربما نهاية لاتفاقيات مينسك ولما يسمى بعملية مينسك السياسية التي كان من شأنها أن تمهد الطريق للتسوية السياسية حول أوكرانيا. ولكن في نفس الوقت بد من الاعتراف بأن ربما هذا الحل سوف يكون ملائما بالنسبة لطرفي الصراع، أي للأوكرانيين ولأهالي دونباس ودنيتسك، لأنه من الصعب أن يتصور المرء أنهم سوف يتعايشون في ظل دولة في إطار دولة واحدة في المستقبل، في وقت يسود فيها العداء المتبادل بين أوكرانيا وبين هذين الإقليمين. طيب هنا أستاذ يفجيني، هل هذا القرار أو هذا التفويض الذي حصل عليه الرئيس سيذهب لناحية تنفيذه على أرض الواقع كبديل عن خيار الحرب والتدخل العسكري الروسي المباشر؟ أنا لا أتوقع أنه بضرورة سوف يأتي في عقاب هذه الخطوة أي تدخل عسكري، لأننا إذا تذكرنا التطورات المماثلة نوعا ما التي حدثت في جورجيا بعد الحرب عام 2008 وما تلاه من الاعتراف باستقلال جمهورية أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، فلما يكون هناك أي تصعيد بعد هذه الخطوة، طبعا كانت هناك تعقيدات ومشاكل سياسية فيما يتعلق بالعلاقات بين روسيا والدول الغربية، ولكن لم يحدث أي شيء استثنائي بمعنى أنه لم يؤدي إلى المزيد من التصعيد. ولكن ألا تعتقد أن الأمر في أوكرانيا أستاذ يفجيني يختلف عن ما حدث في جورجيا من حيث التوقيت ومن حيث الأهداف التي تريدها واشنطن والتي يريدها الغرب والتي يريدها الروس أيضا؟ طبعا الوضع يختلف، لذلك أنا كل درجة ما يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك تشابه كامل، ولكن أنا يعني أشرت فقط إلى طبيعة هذه الخطوة التي تم اتخاذها 2008 والآن في أوكرانيا. طبعا في أوكرانيا الأوضاع أكثر تعقيدا، وهي كانت على حافة ربما المزيد من التصعيد، وبالتالي أنا أعتقد ربما يبدو هذا الأمر غريبا أو هذا الاعتقاد غريبا لأول وهلة، ولكن ربما على المدى القريب والمدى المنظور ربما سوف تؤدي هذه الخطوة إلى نوعا ما إلى تخفيف حد التوتر حول هذا الموضوع. مع ذلك طبعا أنا لا أستبعد كل الاحتمالات بما فيها احتمال السيناريو العسكري مستقبلا، وهذا الأمر أيضا من السهولة بمكان أن نتصوره، لا سيما في ظل التصعيد الذي يصود المنطقة كلها الآن سواء كانت أوكرانيا أو جمهوريتين دونيتسك ولوغانسك. طيب هنا أستاذ يفجيني، حتى وإن اعترفت روسيا بهاتين المنطقتين الانفصاليتين، هذا لن يحل المشكلة. الروس يريدون ضمانات أمنية ويريدون أن لا يقترب حلف شمال الأطلسي من أراضيهم في ميزان الفوائد الروسية وفي ميزان الخسائر ربما حتى الروسية. ما فائدة هاتين الخطوتين إذا المطالب الأمنية لم تلبى؟ المطالب الأمنية لم تلبى، وفي الحقيقة فرص القبول بها من قبل الدول الغربية متدنية جدا برأيي، ولكن مع ذلك كل الأمور تتوقف على ما إذا كانت الدول الغربية بعد هذه الخطوة سوف توافق على استمرار الحوار مع موسكو أم أنها سترفض يعني الحوار وستقول إن الاعتراف معناه في حقيقة الأمر الغزو من حيث ربما المعايير القانونية التي يحب الغرب تطبيقها في مثل هذه الحالات، وربما ستكون هناك بالفعل عقوبات ستفرضها الدول الغربية على روسيا دون انتظار أي غزو روسي أو أي تصعيد جديد، وهي ربما سوف تتهم موسكو بأنها يعني اعترفت بطريقة واحدة الجانب باستقلال هاتين الجمهوريتين، ويعني لديهم حجج ربما قوية جدا من منظور الدول الغربية طبعا لاتهام روسيا بالمزيد من التصعيد، ولكن في الحقيقة أنا يبدو لي أن التصعيد ربما سوف يكون باتجاه التلاشي أو باتجاه ربما
بعض التخفيف، تخفيف التوتر حول هذه المنطقة، لكن الأمر يتوقف على ما إذا كان هناك استمرار للحوار بين روسيا والولايات المتحدة في المقام الأول. وربما يتوقف الأمر أستاذ يفجيني على رغبة وقرار الرئيس فلاديمير بوتين بأن بالفعل يعترف بهاتين الجمهوريتين بعد أن حصل على الضمانات والتفويض من أركان قيادته. ولكن هنا السؤال، هل يبدو لك الأمر استعراض شو سياسي أم أنه رغبة بالفعل من الرئيس الروسي بأن ينفذ هذا الأمر؟ لأننا لم نتعود على الرئيس الروسي بأنه يحصل على إجماع ثم يتخذ قرار. نعم، دعونا لنستبق الحوادث كما يقال. ونحن نعلم أن أحيانا موسكو تتخذ يعني ربما بعض الخطوات التي لا يتوقعها أحد منها، وبالتالي يعني ربما هناك متغيرات في هذا المسار. لابد أيضا من انتظار اجتماع مجلسي البرلمان الروسي، مجلس دوما وهو مجلس الأدنى ومجلس الاتحاد، فهما سيعقدان اجتماعين لهما يوم غد. طبعا من السهولة بمكان أن نتوقع أنهما سوف يوافقان على هذا الاقتراح الذي سمعناه في أثناء اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي، ولكن مع ذلك هناك احتمالات أخرى قائمة، ومن المبكر جدا الحديث عن نهاية هذه القصة.